السدو، بيت النسيج التقليدي، بناه السيد يوسف المرزوق عام 1929. يقع البيت في منطقة جبلة التي تطل على شارع الخليج العربي، وتبلغ مساحته 1061 متر ونصف المتر المربع، وهو من المباني القليلة المتبقية من حقبة الكويت قبل النفط، ويمتاز بالجمع بين أسلوب العمارة الكويتية التقليدية من حيث التصميم وفن العمارة الهندية من حيث الزخارف المنفذة على الأبواب والشبابيك. وهو أول منزل خاص بني من مادة الإسمنت والكونكريت المسلح في الكويت، وأشرف على بنائه أحد المعماريين الهنود الذين أحضروا إلى البلاد خصيصاً لهذا الغرض. ثم اشترى السيد يوسف شيرين بهبهاني البيت عام 1938، وأضاف عدة تعديلات على البناء الأصلي، وفي عام 1952 أدخلت الكهرباء إلى البيت، وغادرت أسرة بهبهاني البيت ليدشن عصراً جديداً له يحتضن فيه فناً من فنون البادية ذو تاريخ عريق، وهو فن السدو، حيث تستخدمه حالياً الجمعية الحرفية التعاونية للسدو منذ عام 1979. يتكون بيت السدو من دور واحد، وبعد أن انتقلت ملكيته إلى بهبهاني أضيف إليه دور أول، وللبيت ثلاث مداخل، ويتكون من حوش الديوانية وحوش المطبخ وحوش الضيافة وحوش الحريم. وقد أنجز المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ترميم وصيانة البيت حتى يمكن استغلاله متحفاً ومعرضاً لتاريخ السدو بالتعاون مع الجمعية الحرفية للسدو.